طيب، هل الكابتن حسام حسن وجهازه الفني طلب أي تعديلات بشكل واضح في نظام الدوري الممتاز؟ يعني انت عارف ان الدوري الممتاز بيقول تبعيته الى رابطه الانديه هي اللي بتنظمه وليس الاتحاد المصري لكره القدم. احنا كلنا سمعنا، انا فاهم، بس من ناحيه تانية الكابتن حسام بيطلب منكم انتوا، يعني وانتوا هتوصلوا للرابطه، يعني انتوا وكان برضو في اجتماع حصل ما بين الكابتن حسام وما بين الرابطه مباشره، يعني برضو حصل نائب احمد دياب قاعد معاه والرابطه بالكامل، وكان ده في مقر الاتحاد المصري لكره القدم خلال اسبوعين ماضيين. عندنا الاستاذ عامر حسين زي ما انت عارف هو عضو لجنه الاوراق المشرف على المسابقات اللي الدوري الممتاز، وعضو مجلس اداره الاتحاد، وحاله الوسط ايضا ما بين الرابطه وما بين الاتحاد. فلما كان قبل كده برضو طلب تاجيل بعض مباريات الدوري عشان الاجنده الدوليه، طلب من الاستاذ جمال علام، الاستاذ جمال علام تواصل مع الحاج عامر حسين بصفته عضو مجلس الاداره والمسابقات هناك، تواصل مع النائب احمد دياب بعد كده الحاج عامر حسين، ففي تفاهم في النقطه دي، ما فيش اي تضارب اطلاقا. شكل الدوري لما تيجي تسالني على المستوى الشخصي، انا طلبت كده من زمان، قلت يا جماعه لابد ان يكون هناك موسم استثنائي عشان نرحم اللاعبين المصريين من تلاحم المواسم المتتاليه. عندك اهلي، بيراميدز، الزمالك، فيوتشر في الكونفدراليه، ودوري رابطه ابطال، اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر كاس السوبر، وبالنسبه للنادي الاهلي كاس العالم، بالنسبه للنادي الاهلي كاس الرابطه، كاس مصر، يعني اللاعب ما بيلحقش ياخد راحه اطلاقا، وبالتالي اصابات متعدده جدا يا كريم خلال الفتره الماضيه العديد من اللاعبين المصريين في مختلف الانديه. لو بحثنا عن اسباب هذه الاصابات هتلاقي السبب الاول تلاحم المواسم وعدم حصول اللاعب على الراحه السلبيه. فاحنا محتاجين سنه باللغه البسيطه نرجع على نظافه مره ثانيه. يبقى الموسم معروف بيبدا يوم كذا بينتهي كذا، يبقى عندك شهرين، عندك ثلاثه فتره الراحه السلبيه بتبدا فيهم معسكراتك مره ثانيه، وهلم مجره. فده اللي احنا محتاجينه. النظام الجديد اللي مقترح نظام كويس جدا جدا جدا، وان شاء الله اللي هو ايه، اللي هو ايه يا دكتور ايهاب، اللي هم اتكلموا فيه ان هو يبقى عندي 18 نادي بيلعبوا دور اول كلهم مع بعض، وبعد كده بياخدوا التسعه الاوائل يطلع منهم الاربعه اللي هيشاركوا في البطولات الافريقيه، والاربعه دول اللي على لقب الدوري، والتسعه التانيين على صراع الهبوط زي هم موجود دلوقتي في دوري المحترفين بالضبط. دوري المحترفين كانت تجربه ناجحه جدا، وعلى فكره اثبتت نجاحها ان من اول اسبوع يا كريم شفنا المنافسه حاميه جدا بين كل الفرق، عشان كل فريق حريص على كل نقطه عشان عارف تبعيه النقطه دي انه هيصعد بالنقاط.